بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في مجموعة من المحاضرات اللي بتتكلم عن كورس Signals and Systems. الحقيقة الكورس ده هو كورس بيتدرس في سنة تانية كلية هندسة جامعة القاهرة، لكن هو كورس بيدرس في معظم أقسام الكهرباء على مستوى العالم في ما يسمى بالـ 200 ليفل. الحقيقة قبل ما أتكلم عن الكورس أهدافه إيه ومحتواه، خلينا في الأول نشرح إيه معنى كلمة سيجنال ومعنى كلمة سيستم. كلمة سيجنال بتعني Real Value Function of Time، والمقصود هنا لو كان عندي أي متغير طبيعي، وليكن مثلا درجة الحرارة، وليكن Force Position أو Electric Current Electric Voltage، كل دول اقدر اسميهم سيجنال. طبيعه السيجنال ايه؟ انها بتمثل ريكورد لقيمه الفاريبل اللي انا عايز اهتم بيه مع الزمن. فاذا سجلت مثلا الكرنت مع الزمن يبقى كده انا بحصل على سيجنال اسمها الالكتريك سيجنال. الحاجه الثانيه في التعريف بتاع اسم الماده وهو كلمه سيستم، فزي ما احنا شايفين ان السيستم هو هيبقى عباره عن انتركونكشن ما بين مجموعه من الكومبوننتس، بحيث بيحصل تبادل للطاقة أو المادة أو المعلومات. كمثال بسيط أقدر أوضح بيه كلمة سيستم، لو خدنا في اعتبارنا روبوت أرم مكون مثلا من تو لينكس، هنا في جوينت وهنا في جوينت، وده الستيت بوزيشن. فاحنا عارفين إن كل جوينت هنا بيتحكم فيها موتور. فيبقى إذا أقدر أوصف هنا سيستم المكون من ميكانيكال سيستم اللي هي اللينكس بتاعت الروبوت ومجموعه من الموتور. الكلام ده كله على بعضه بيسمح لي ان انا اتحكم مثلا في الستيت بوزيشن بتاعت الروبوت ارم، بحيث انها تتحرك من مكان الى مكان. فده ببساطه معنى كلمه سيجنال ومعنى كلمه سيستم. احنا في الكورس ده بنحاول ان احنا نمثل السيجنالز، نمثل السيستم، نشوف ايه تأثير سيجنالز معينة اللي هي الستاندرد سيجنالز على بعض في الحقيقة طريقة للتمثيل جرافيكال تابلو دياجرام بتوضح ازاي نقدر بالرسم نمثل سيستم وسيجنال مع بعض. فعادة بنرسم بوكس بالشكل ده، وده بيبقى هو السيستم بتاعي. السيستم ده بيقبله مجموعة من الانبوتس، مثلا اكس واحد اوف تي، اكس اثنين اوف تي، لحد اكس ان اوف تي، ودول هما اللي بنسميهم الانبوت سيجنال. نتيجة تأثير الانبوتس ديت على السيستم بيظهر الاوتبوت، وده بيبقى اذر سيجنال هسميها مثلا واي واحد اوف تي، واي اتنين اوف تي، لحد واي ان اوف تي. فيبقى ده هو ما يسمى بالاوتبوت سيجنال. ناخد مثال توضيحي يوضح مره تانيه يعني ايه سيستم وسيجنال. لو افترضت ان انا عندي فولتج سورس بيأثر على RC circuit، في الحالة دي الفولت هو الانبوت، بينما السيستم بتاعي هيبقى مكون من الريزيستور والكباستور. لو انا كنت مهتم ان انا مثلا اقيس الفولت اللي على الكباستور، يبقى إذا هاخد الفولت اللي على الكباستور ده يبقى هو ده اللي هسميه واي. وبالتالي أقدر بالطريقة ديت أدرس تأثير انبوت معين وليكن الانبوت فولتج إكس على السيستم ده، هو متمثل في الأوتبوت اللي بيظهر على الكباستور كبر. بالطريقة ديت أقدر أحدد أهداف الكورس ده.
الحقيقة أنا هحدد أهداف الكورس في 3 نقاط هيدور حواليهم كل السيلابس اللي هنذكرها على الكورس ده. فأول نقطة هي to represent and manipulate signals. تاني حاجة to represent and characterize system. ثالث حاجة to understand the effect of standards. Signal on linear system. خليني اشرح ايه المقصود بال3 نقاط اللي انا كتبتهم دول. النقطة الأولانية هو ازاي امثل السيجنال. في الحقيقة في بعض الستاندرد سيجنال اللي هي من ضمنها مثلا الامبلس سيجنال، الستيب سيجنال، السينوسويدال فانكشن، ازاي نمثلهم، ازاي نكتبهم رياضيا، ازاي نعمل عليهم بعض العمليات زي السكيلينج، زي الكومبريشن، الستريتشنج. فده قصدنا بكلمه الريبريزنتيشن والمانيبيوليشن اوف سيجنال. الخطوه الثانيه ان احنا نعمل ريبريزنتيشن للسيستمز. في الحقيقه الريبريزنتيشن بتاع السيستمز بيسموه موديلنج. وكلمه موديلنج تعني ان انا اكتب مجموعه من المعادلات التفاضليه والجبريه اللي هي بتمثل السيستم. الكاركترايزيشن بتاع السيستم يعني الخواص بتاع السيستم. السيستم ده هو مثلا لينير ولا نون لينير، كوزل ولا نون كوزل، ستيبل ولا ان ستيبل. ازاي نقدر نعرف من الموديلنج ايكويشن بتاع السيستم او من البيهيفير بتاع السيستم الخواص ده. والهدف الثالث للكورس هو ان لو سيرتن سيجنال بتاثر على جيفن سيستم، الاب بتاع السيستم ده هيبقى شكله ايه. هي ديت الهدف الثالث من اهداف الكورس. عشان نعمل الكلام ده في الحقيقه السيلابس بتاع الكورس هنحددها في النقط اللي هكتبها دي. النقط ديت في الحقيقه بتحتاج لبعض الخلفيه الرياضيه وده هيبان في السيلابس بتاع الكورس. فالكورس سيلابس اول حاجه سيجنال ريبريزنتيشن، تاني حاجة System Properties، تالت حاجة Modeling، رابع حاجة Convolution، Transformation Techniques، System Analysis، وأخيرا Filter Design. زي ما اتفقنا ان في بعض الستاندرد سيجنالز عايزين نشوف ازاي نمثلها رياضيا وازاي نتعامل معاها. بعد كده لو عندي سيستم ازاي من الانبوت اوتبوت ريليشن بتاعته اقدر احدد خواصه، ازاي اقدر اكتب معادلات بتوصف السيستم وتوصف البيهيفير بتاعه. بعد كده الخطوه رقم 4 هي في الحقيقه تنتمي للهدف الثالث، هي اوحد الطرق المستخدمه. لان لو كان عندك سيجنال معينه بتاثر على سيستم ما، ازاي نقدر نستنتج الاوتبوت بتاع السيستم. فالكونفليوشن ده احد الطرق المستخدمه. الخطوه الخامسه بتخدم الاهداف الرياضيه، وهنا هندرس 3 انواع من الترانسفورميشن، هما البلاس ترانسفورم، زد ترانسفورم، فريز ترانسفورم. لان هي بتخدم السيستم اناليسيس اللي هو ممكن يكون في الحقيقه يا اما في التايم دومين يا اما في الفريكونسي دومين. واخيرا بنعمل كتطبيق على الموضوع دوت ما يسمى بالفلتر ديزاين.
الفلترز بتبقى مطلوبة في أحوال كتيرة، وأبسط مثال لكده مثلا لو الواحد بيجيب قياس والقياس ده جه عليه بعض النويز، فبيحتاج يعمل فلتر يشيل النويز ويستبقي السيجنال الأساسي. أنا بكده في الحقيقة أكون قدمت مقدمة سريعة عن الكورس دوت ومحتوياته، وإن شاء الله أرجو إن في المحاضرات الجاية الموضوع يبقى أوضح.